عشان تقفزوا انت قاعد تسوي براحتك. شوف شوف هذا 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 بعدين هذا المدافع المتحرك منه هذا ضربه الطيران يعني في ساعه واحده كلها تنتين كانت كلها الرصاص حقي يعني. هذا كانت الضربه الاول الضربه الصاروخ هنا في الوسط اكثر من جهه والله انا اقول لك كيف يعني كيف الحين الناس راحوا للي فيها هو صار فحم يعني فحم جلس داخل يوم بيجي هاي الساعات اللي حالي كانوا هاركين فيها يا رجع شيء نحن هنا في منطقة سدبع بالقرب من مواقع العدو. مواقع العدو هي أمامنا تماما لا تبعد عنا سوى يعني بضعة يعني ما يقارب كيلو أو أقل. الموقع الأمامي الذي تراه الآن هو موقع الريحانة، يتواجد فيه قلة قليلة من الميليشيات الحوثية، نضرب عليهم ليل نار لكنهم يردوا علينا بشيء. أما الموقع الذي بجانبه هو موقع القائمة، كذلك لا يوجد فيه إلا أفراد قليلين. المواقع التي خلفها هي مواقع الأبري، يوجد فيه قلة من الحوثة اللي هي الجبال اللي بعد القائمة. هذا الموقع الذي يظهر الآن في الصورة هو موقع القائمة. هذه المواقع أيضا هي موقع الأبرش، يقع بالمجهل الغربية من الموقع القائمة. هذه المواقع الشرقية جبل الريحانة تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني. الجيش الوطني يتواجد بكل قواته في هذه المنطقة، وهو يراقب تحركات العدو، وأي تحرك لعدو يتم ضربه واستهدافه وإحراقه بعون الله سبحانه وتعالى. الجيش الوطني يترقب بكل حذر وكل حيطة بعد أن حرر محافظة الجوف واقتحم مدينة الحزم وفرار جماعي لميليشيات الحوثي، جاء إلى هنا في هذا الحزام لتأمين المحافظة واقتحام ما تبقى من مواقع الميليشيات في هذه الجبال. وإن شاء الله هي أيام قليلة وندحرهم بعون الله، ثم ننطلق إلى باقي مديريات المحافظة حتى نصل إن شاء الله إلى حدود صعدة ونطهر كامل محافظة الجوف بإذن الله سبحانه وتعالى. المقاومة الشعبية تقترب يعني من مواقع العدو، وإن شاء الله تتحين الفرصة للانقضاض عليهم ويعني طرد ما تبقى من هذه الميليشيات الإجرامية، وإن شاء الله لن يطول يعني الوقت حتى يتم دحرهم بإذن الله خائبين ذليلين والسيطرة على كامل المحافظة بإذن الله سبحانه وتعالى. المقاومة الشعبية والجيش الوطني على أهبة الاستعداد لتطهير ما تبقى من محافظة الجوف، وهي مستعدة كامل الاستعداد بقواتها وعتادها، وستتوجه قريبا إلى باقي المديريات بإذن الله سبحانه وتعالى لتطهرها من هذه الميليشيات الإجرامية، وتنطلق إن شاء الله إلى محافظة صعدة، ثم ولن تكتمل فرحة أبناء الجوف أو المقاومة الشعبية في الجوف والجيش الوطني حتى يتحرر كامل الطراب اليمني بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الميليشيات الإجرامية. بسم الله أكبر. كما تشاهدون نحن في الخطوط الأمامية.
في جبهة الجوف منتسبي اللواء 101 والمقاومة الشعبية والرجال الشرفاء من أبناء محافظة الجوف ومن غير محافظة الجوف، نذود عن العرض والدين وأنا دافع. وكما تشاهدون من هنا، وهذه هي مواقعنا ومواقع العدو في الجبال الأخيرة، وعندنا القدرة ملاحقتها في الجبال وفي الرمال وفي الوديان، ولن نقاتله لثار وإنما لوطن ولدين. بسم الله أكبر. عاد شي معاد لا مثل الغنم يشردوا هروب هروب نبقى صاعدة.